بيكم في حلقه جديده من حلقات كاس العالم، الحلقه القبل الاخيره، ومنورني النهارده. قلنا بقى نحلي في الحلقات الاخيره بالحلو والحاجات الجميله. عمرو شريف ملك الاكل، زكى عموره، ومنعش الخطير. اهلا اهلا، انتوا منوريني. ربنا يخليك ونورك. وسعيد ان انتوا قبلتوا الدعوه بسرعه يا باشا. ده شرف لينا. فطرنا النهارده اهو. الجمهور بينادي عليكم بحرقه جامد. في ناس طلبت بينا طبعا يا باشا. انتوا ناس قليله. اه والله الناس يعني في الكومنتات منعش وعمرو شريف لازم الحلقه المجتمع، خصوصا انتوا عاملين حلقه مع بعض قريب. فقلنا بقى عملنا حاجه مع بعض كتير كتير قبل كده زمان. ايوه اه، بس الناس فاكرانا متخانقين وبتاع. اه الصلح بيتم هنا وعاملين قعده عرب في كاس الالعاب. صالحه يا ريت يا استاذ منعش. بنقدم العاب، بنقدم فقرات، وكمان بنصالح اليوتيوبرز اللي متخانقين مع بعض. كل ده جعفر العمده فعلا. طيب انا هشرح لكم اللعبه سريعا ان كيس ما كنتوش بتتفرجوا وعاملين فيها بتتفرجوا. لا عيب عليك، بس اشرح لنا برده عشان المشاهدين يستفيدوا. طيب بكل بساطه، الفوره من 10، اللي بيجيب 10 الاول بيكسب. اوكي خلاص. أوكي. تجيبهم بسرعه، تجيبهم متاخر، انت حر بقى ايه وقت الحلقه بيزيد معانا. تمام تمام. لو عجبتكم الحلقه او يعني متحمسين للحلقه نفسها، اعملوا لايك يا جماعه، واشتركوا عند عمرو شريف ومنعش. هتلاقوا اللينكات تحت في الديسكربشن. بيقدموا طبعا فقرات متميزه جدا، من احسن الناس اللي بتقدم في محتوى الاكل. فهسيب لكم اللينكات، تخشوا بصوا عليهم دلوقتي واشتركوا عندهم في القناه. ويلا بينا نطول. منعش هتستخدم اني ايد معانا الله يكرمك اليمنى. يبقى الشمال دي ما اشوفهاش. دك اعمل ايه يعني؟ يعني ما ابعدها عن الجرس. ماشي اهي، ما ايدك اليمين بقى تقرب من الجرس. أيوة. بص استاذ عمرو شريف فاهم. أيوة. وقاري ودارس شكله. أيوة. بيتفرج. وحابب انبهك لشيء. أوه. انت واستاذ عمرو اللي في النص ده حرامي. انا كل حلقه هيفضل يقول الناس كده بقى. اللي في النص ده حرامي. يعني مش محافظ وكده. لا يعني يعني هقول لك كلمه معكوسه، انت اللي بتهف في دماغك ما تدوسش على الجرس وقلتها بصوت عالي، هو لو سمعك هيسبقك ويدوس. اه فين من الحركات دي؟ وكذلك انت ممكن تعملها معايا. اه طب لو كده ماشي ماشي ماشي، بس انا بأهبك انت داخل عليا. ايوه ايوه ايوه. جاهز يا استاذ عمرو؟ دوق الجرس كده الله يكرمك. اشوف بس تمام. طب ليه بتحرق كروتي؟ ده عنصر قوه. انا عندي. انا مذاكر. انا مذاكر. اسمه عنصر نصب. لا عنصر سرقه. اسمه فوكس ان ذا بوكس. ده الفوكس ان ذا بوكس. الكلمات المعكوسه بسم الله الرحمن الرحيم. ت مربوطه، ي د كاف ر كاف. كركديه. صح. يلا اجابه صحيحه. يلا بتوع الاكل والمشاريب اجابه صحيحه. اوكي. اوعى يا باشا. لا انا في رمضان ده شارب كل حاجه. لسه لسه ها. كلمه كبيره قوي. ده 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 لسه. انا عايزك تسخن عشان الدنيا هتحلو. اصل هو لعب كام حلقه قبل كده؟ كتير. 3 مواسم. ملهاش علاقه. 3 مواسم. اضرب الموسم الواحد في 7 14 حاجه، و20 حلقه كسب منهم 3 مثلا. اصلا مش لازم برضو تفتح كل حاجه. يلا ان شاء الله. ان شاء الله. براحتك يا ريس براحتك. يلا يلا بينا. طيب الحاجه اللي جايه دي هي تشبه الفراخ البانيه. ايه جاوب. موتزاريلا ستيكس. موتزاريلا ستيكس. وهنا سولي مفتيك. صح. موتزاريلا ستيكس تشبه الفراخ البانيه. نفس الجمله. معلش بس من اني لحظه بقى. لا اوقف الحلقه دي. استنى بس، ده حوار اصلا على جنب. اوجد لي اوجه الشبه ولو اقنعتني هديك نقطه. ما بين الفراخ. اسكت انت لانه مش هيلاقي. ما بين الفراخ البانيه والموتزاريلا ستيكس. بيض وبقسماط من بره البريدنج هنا، وهنا بيض وبقسماط. الاثنين من بره نفس الشكل من بره، والحاجه اللي من بره يعني. اه انت بتفكر من اوت اوف بوكس. ايوه طبعا. ايوه كريتيف. منعش كريتيف. منعش ما تفكرش بالاسلوب ده هتخسر. محدش قال لي يعني. منعش انا بحذرك. انزل بمستوى الذكاء شويه. عايز اسمع اغنيه للفنان ايهاب توفيق. حلو سمعني. يا سلام 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 يا سلام. وقف صح. وقف صح، لان هم 7 يا سلام فعلا. انا عديتهم له. عيب عليك. صح جدع. حلو. نقطه استاذ اشرف. رجع الصفر تاني. بما ان حضراتكم خبراء في الاكل والحلويات، ان شاء الله خير. اذكر لي. اذكر لي. انت بتبص لي كده ليه؟ عادي ببص بسمع السؤال. هو معلش، هو انا لو ما ضربتش الجرس يعني وما جاوبتش احسن من ان انا اضرب وما جاوبش؟ ماينس. يعني لو انا مش عارف ما اضربش احسن ما اضرب وما جاوبش. يعني اوقات الريسك مطلوب، بس اوقات يعني ما تجازفش قوي عشان الدنيا ما تبهوقش منك. ماشي. اذكر لي خمسة محلات بتعمل حلويات في رمضان السنه دي. اتفضل. نولا، بريدفاست، توماس، ماندرين كويدر، و ماينس. لا لا انت ضربت ولا ايه؟ لسه جايب حاجه. الراجل ده الراجل ده كنت مونجيني. الراجل جايب لي مونجيني. توماس، تورتينا، مونجيني، سيدرا،
عبد الرحيم لابوار. ايه عبد الرحيم ده؟ ويدر ويدر لابوار. عبد الرحيم عمرو. ايوه عمرو ولا ويدر؟ هو خد النقطه كده كده. ما هي الدوله المشهوره ب ايدك تحت السوشي؟ اليابان. صح جدع. ثلاثة صفر صفر. جدع جدع. الكلمات المعكوسة مرة تانية. سين ألف كاف. كأس. ايه باشا؟ كأس. صح. الحاجة اللي جاية هو نوع من أنواع الخضار اللي يستخدم في السلطة أحيانا وأحيانا بتاكله لوحده. تمام. ولونه أخضر. مين اللي داس؟ هي جميل يا حلو. بيستخدم في السلطة ولونه أخضر وبتاكله لوحده. طبيعي الخيار. بيتاكل لوحده. ماينس. ليه طيب؟ ليه طيب؟ ليه طيب؟ ليه؟ خص. ليه؟ ماينس. بس كابوتشي. ما بس لحظة واحدة عشان انا كده طعم مع منى. في حد بياكل كابوتشي لوحده؟ لحظة واحدة. انت بتاكل. هو وارد. هو وارد. هو وارد. الفكرة مش كده. الفكرة ان هو ألخص. انا كنت محضر إجابة قبل ما اسمعها. ما هو مش كابوتشي. لا كابوتشي والله. لا لا يمشي الاثنين. انا حسيت ان انت قلت خاص وقال لك لا كابوتشي. قلت خاص يعني. تتهمنيش. طيب انا بحبك. اه والله انا بحبك. ما تتهمنيش. الموضوع سهل يا جماعه وبسيط. لا هو مش بسيط. لا بسيط والله. كل الخضار ممكن تسلطه وبره. انت عرفته اكيد طبعا. طب هي بيتاكل بره السلطه لوحده ولا بيطبخ؟ لا ما بيطبخش. انت بتجيبه تنظفه. ممكن تديله عصره ليمون كده مع اكله سمك. جرجير. صح. اديني في البطاطا يا عم عمرو. لا اؤمرني. لا يا فندم. طبيعي الجرجير هو الحاجه الوحيده اللي بتتاكل بره الخضار طبعا لوحدها. انت صح. ادخل الكلمه التاليه في اغنيه مشهوره. اه ادخل الكلمه التاليه بس يعني اصلا موجوده. اه بالظبط. آه. لا يعني لا يعني يعني هقول لك كلمه مثلا. اديك مثال يعني. دي مش من من اللعب. انا فتقول لي انا مثلا بعشق البحر. اغنيه فاهم المنكف. طيب شوف جاب لك بحر وسكنشال كلها. حكايات اللي انا عشتها كلها تشبه بعضها. جدع. الحمد لله. حيت في ثانية. الفنانة منى زكي. الفنانة منى زكي. دمياط. عملت مسلسل في رمضان 2021. ايه هو؟ لعبة نيوتن. صح. ما هي الدولة المشهورة بإنتاج الحرير؟ حظك ان ايدك ما جاتش في الدرس. حظك. صح. كلوز انف. انا بلبس صوف عامه. حرير. وهي دوله اسيويه. الهند. ماينس. الكلمات المعكوسه مره اخرى. ت مربوطه. ي ر ه زين ميم. ايه تاني كده؟ تاني. ت مربوطه ي ر ه زين ميم. مزهرية. صح. لا بقى مش مزهرية. مزهرية يعني انت شفت مدى فكر. لا انا بس انا بقول لك على حضرتك على حاجه والله. ثانيه واحده بس. انا مش ناقص. لا اشرف انا مش ناقص. انذار الاستاذ مروان للكت والعجن الكتير. انت شفت العقول اللي كانت بتيجي البرنامج؟ تحب مزهرية. طيب تحب تشوف العقول على الواسع؟ قسطنطينيه. تحب تشوف العقول على الواسع؟ وعثمان ده بيجيب لي حاجات من تحت قوي يعني. النوع اللي جاي هو نوع من انواع السلطات. اه اللي هو بيتاكل بره عادي صح؟ خلاص حتى ضحكت. ما دام ضحكت خلاص. طب سؤال. خلاص انت هتبقى مبسوط لما يبقى عمرو خلاص 4 وانت ماينس 4. لا رمضان هو الكارت الاحمر بيعمل لايف ماينس 3. هوصفها لكم ازاي. هي زي الطحينه وسلطه الزبادي والحاجات الحلوه. من النوعيات دي. مالك يا منى شفيق؟ ايوه عايز خلاص. يلا وبتبقى مززه كده نفس لون الطحينه يعني. مفتاحها توميه. صح. ايه انا كنت من 800 بابا غنوه يعني. هو ايه عشان المزه دي حسيت بتكلم على الحماوي اللي بيجي. مالك الشق ماشي. مالك خليك في حالك. التوميه مش مزه اصلا غير على ليمون. انا اللي غلطان في السؤال. ركز في اللي جاي. عايز اسمع اغنيه للفنان الفنان حمزه نمره. اقول يا ريت. مالك متضايق ليه؟ ما ينصولي. صح. مالك متضايق ليه؟ متعبان شويه. يديني الكوبليه كامل. ما حسيتهاش. اتفضل يا استاذ منعش. لما شفت الفرق بقى. ها احلى معاك بايه بقى؟ انا اللي جاي. الله ينور عليك. الصوره لو ما جاي احنا نعمل ايه بقى؟ نجيبه بنفسنا. الله يكرمك يا عم منعش. الله اكبر.
اكبر يا عم منعم. الله اكبر يا عم منعم. بس انا بس انا قلت اديني الكوبليه على الواسع. بس مش غلط. ما لازم لا ما انا اصلا يعني تدي بالاداء. هو مالك متضايق ليه؟ ها قلبك في حته بعيد مالك. دي كلمات متقاطعه وانا هكمل ان شاء الله. حاجه في الحديث الحاجه في الجديد في الجديد منه في الجديد منه حلوه دي. من هو ايوه الاعلامي ايوه ايوه الذي ايوه ظهر ايوه في مسلسل الكبير ابراهيم فايق صح. أين يتواجد الجامع الأموي؟ أنا عندي عقدة زي شيفو طباخ كده في مسجد الحسن. أين يتواجد الجامع الأموي؟ الحي يعني ولا دولة ولا المدينة ولا؟ في دولة وهي دولة عربية. أجرب؟ عايز تجرب أنت حر أنت صاحب الريسك. يا رب يا كريم. في مصر. أنا سهولي. بحسب تريك وشه. ليه؟ بحسبه تريك. طب ممكن الدوله الامويه دي كانت في مصر ممكن هنا عندي عايز هنت اديله الهنت ازاي دوله لون علمها ايه لا اقول بس بسرعه استنى اقول لك هنت هي راحت فين بس اتاكد منها ايوه بتكون من 5 حروف تركيا ماينس في حروفها في حرف الواو بس مش هقول لك هو موقعه فين في الحروف يعني واو طب واو واحده ولا اتنين واو واحده ايوه جايه ان شاء الله لا حروف 4 حروف اللي في بالي كنت عايز تقول تونس خمس ماينسوي واو ايوه دوله عربيه ماينس السودان ماينس 5 حروف واو خش بلد ماينس خش هو يعمل نوت ماينس قبليك ما جاوبت ماينس خلاص السؤال شفت حضرتك بتعمل ايه بلبلك طيب ننهي هذا السؤال ولا ننهي اصبر يعني عايز تاخد طب ممكن هنت نقفل بقى اصل ده واو وري واو وري واو وري دوله عربيه ور سوريا انت انفعلت كده ليه الكلمات المعكوسه مره اخرى ونقول به واو ره شين ميم مشروب يا ولد يا منى يا جبال كم بابا بس انا اندمجت ايه ده ايه الحلاوه دي هتكسر في الافلام عوض في حاجات تانية صح سايب لك المجال مفتوح وانت ما عندكش ثقافه عامه في كل حاجه صح المكان ده مكان الناس بترجع تروحه مره تانية بعد رمضان تروح تتفرج على افلام ايه صح ادخل الكلمه التاليه في اغنيه مشهوره يلا الحكايه الحكاية ما بتنتهيش كملي بيغنيها حمزة نمرة لا هو ايه اللي شوش ده بره السؤال ما تشتش ليه فيلم بنك الحظ شفتوه اكيد شفته معايا فيها سرقة وكده الله ينور عليك يعني عدى عليك ما تقوليش بقى ايه سؤال صعب طيب البهوات لما راحوا يسرقوا كانوا لابسين 3 ماسكات صح لثلاث حيوانات صحيح ما هم هذه الحيوانات؟ لا صعبة ضفدعة وجاموسة وسمكة صح ايه لا ثانية واحدة هي ما كانتش جاموسة بقرة كانت بقرة بقرة وفي فرق كبير جدا بين الجاموسة والبقرة والفنان محمد ممدوح هو اللي لابس البقرة ما لا مش هي جاموسة هي مش جاموسة يعني هي بقرة هميزها ازاي من الماسك؟ نعم الجواميس ما بتبقاش لونها ابيض وابيض في اسود البقره بتبقى ابيض في اسود بس يا جدعان بس يا وقت مستقطع استشير مع لجنه التحكيم الجواميس ما بقاش الوان كده بعدين انا هقنع حضرتك ايه رصاصي في انت اللي بتمشي الدنيا جموسة. يعني انت عايز تعتبرها جاموسه هو ما يعرفش يقول لك حاجه ليه اقول لك ليه لان انا مره جيت قلت له شيف قال لي لا طباخ هو بمزاجه انا همتثل الى قرار لجنه التحكيم يلغي هذا السؤال بدون لا تتمنيس ولا تاخد نقطه very good معانا قاضي يعني بيخش يطعن في ما هي الفاكهة التي تسمى بطعام الفلاسفة في فاكهة اسمها فاكهة الفلاسفة طعام الفلاسفة يا سفلة انت قلت يا بابا المستفندي المستفندي قال لك وبالمناسبه هي سهله ده اللي عارفها فراوله ماينسولي ماينسولي انا قلت سهله طب استنى
هنسهل ها هسهل هسهل دوس وتقول لي صح ولا غلط دوس لا انت اللي عايز تدوس ليه دوس كذا لون الفاكهه دي تفاح ماينس طب سكت ليه عشان تدوس قبل ما انا اجاوبك والله دوس قبل ما انا اجاوبك انا لسه ها انت بتقول كده لسه هرجع لقيتك بتدوس انا بطني وجعتني انا بحاول اتخيل يعني لا انا بس انا بشوفه بيقزز لك بس بشوفه بياكل فراوله بياكلها القرد قلت اه موز لا 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 والله قال لك ده حرامي ما صدقتوش لا والله قال لك في اول الحلقه انت انت عارف ان انت عارف وانت انت قلت له كلها القرد قال لك قوم دوت الجاي لا انت عارف اللقطه في ايه عارف هو هزر انت عارف اللقطه في ايه هو بيقول لي بياكلها القرد فانا هزيت له دماغي مروه ما كانش باصص لي اصلا ت مربوط اه ي نون ي صاد صنيه صح الوظيفه القادمه لشخص ما اه الشخص ده كل اول شهر يجي يخبط على بابك اه هقول حاجه هقول حاجه عايز اخبط يجي ياخد منك فلوس محصل اي كهربا صح الله رجعنا للصفر ايوه مناج رجعت للصفر من مكان بدا طب ما تخشها بالسؤال دي على طول عايز اسمع اغنيه للفنان الفنانه بقى انغام محدش يغششه ماينس ها ده انت الناس اللي في انت ليه بتعمل كده ماينس انت يا سيدي وصل سيدي زاد عليا استاذ اشرف اديله نقطتين ايه ليه احنا مش بعاد حضرتك ايه ده بجد نقطتين احنا مش في الثمانيات مثلا براحتك بجد حقك برنامج الرئيس وبراحتك الله ده بجد فيلم جاءنا البيان التالي حافظ صم حبيبي الفنان ايوه احمد خليل ايه مين مين احمد خليل ايوه ايوه مين احمد خليل كان عنده شركه ايه ايوه شركه باور فاميلي لبن صح ما هي البهارات التي تسمى بالذهب الاحمر الزعفران يا ابن اللعيبه صح يا ابن اللعيبه يا ابن لا 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 الله اكبر عليك الله اكبر قوم يا ابني سلم عليه قوم سلم عليه بجد صح سلم عليه انا بقالي 3 سنين انا حاسس عشان ما ابهرتنيش زيهم ولا واحده من اللي جاوبت انت قلت لهم هم الاثنين ما ابهرتني ابهرني في اللي جاي اقول الكلمات المعكوسه مره اخرى ليش الف ر ي م الف كاف ايدك تحت مش هتدوس ايدك تحت ماشي الف ر ي م الف كاف كاميرا ايه كاميرا ما سمعتش والله كاميرا صح انت مقلق ليه انا ما سمعتكش انت تقول كاميرا ما تقول كاميرا طلعت انت طلع سمتي يعني ماشي لا عادي الاكله القادمه ان شاء الله خير فطرنا بيها النهارده كلنا على الترابيزه يلا بينا ايوه وكانت اني واحده لذيذه ما هي دي بقى الله ايوه هي دي لذيذه فعلا طب الاكل كان كله لذيذ ولا بيعملها محمد حازم بناء على النقاشات اللي دارت مع مهاب بره اعتقد ورق عنب ماينس جرام شمال صح ما هو قال لك حط في ورق عنب الريشه انا قال عمل حط الريشه جوه ورق العنب مش انت قلت كده على ورق العنب بس مهاب قال لك وده كان الحوار اللي دار على الاكل اولا ما تعلش صوت ادخل الكلمه التاليه في اغنيه مشهوره حلوه دي راضي راضي انا بحالي محمد فؤاد يا باشا صح يا عمرو والله العظيم طب كملها لا يا باشا اعمل كوبليه اهو راضي لا لا استنى بس وليه افكر فيه ماشي صح الله مين اللي عمل الله اكبر عليك دي لا مش هدي له حاجه بس حلو الفنان عادل امام ايوه كلكم عارفينه ولا هتيجي تقول لي بس ماليش في الافلام انت كمان ده الزعيم اذكر لي الفنان عادل امام خمسه ركز بقى في اللي جاي افلام سفرة في العماره تجربه الدنماركيه المنسي المشبوه بوبوس صح السؤال القادم كم عدد كواكب المجموعة الشمسية؟ يا بلوتو راح ولا غيره؟ ثمانية صح الله بسم الله الرحمن الرحيم
يا للصنع. ألف يه دال يه ميم واو كاف. كوميديا صح. أنا بقيت وخلي بالك التطور أكني بروح الجيم. دي حاجة حلوة مع حضرتك، دي حاجة حلوة. إيه اللي بعيد فيه طيب؟ في بتمسك لي الكارت ما تقعدش تمجد في نفسك. حاضر. ما بحبش الإنسان يبقى كده مغرور. حاضر. النوع اللي جاي هو نوع من أنواع المحاشي يا أساتذة. كان بيع السفر. لا يبقى طلعنا واحد خلاص. لونه أخضر مفتح. فلفل. ماينس. كرومب. ماينس. كوسة. صح. على فكرة التلاتة أخضر مفتح. عايز اسمع اغنية للفنانة ام كلثوم. الحب كده. يلا يا عم. انت بتبج عليا. استنى استنى. يلا يا عم. استنى. انت بتجب عليا. يلا يا عم. عايز حاجة تانية. هغني لك حاجة تانية. استنى استنى يا عمرو. ها. ايه الحب كده ايه؟ سيرة الحب. وحب الحب. وحب. ماشي. هديك النقط. كنت سابقا تتابعون الاستاذ رامز جلال في المقالب بتاعته ولا لا؟ اوف كورس. هل قال اوف كورس الاستاذ؟ يعني مش قوي يعني، اللي بيطلع على الفيسبوك كده بشوفه زمان. كنت بتشوفه؟ لا نعم. ده ماشي. ما هسال السؤال ان شاء الله خير. اول برنامج لرامز جلال كان سنه 2011. أوكي. كان اسمه ايه برنامج؟ رامز حول العالم. ماينس. رامز قلب الاسد. صح. بناء على الرجوع بعد الفار اتضح ان الاستاذ عمرو شريف يملك الحجه الصحيحه وتذهب النقطه اليه بدون الماينس. نزاهه تحكيميه والله العظيم. مش اي حكم يعمل كده. حكم الشريف. شكرك. بحاول. ما هو ترتيب كوكب الارض في المجموعه الشمسيه؟ الثالث. صح. ايه ده انت ايه بتاع لوكا يا عم؟ هم عارفين عطارد الزهره الارض المريخ المشترى. عطارد نبتون بلوتو اتلغت. الكلمات المعكوسة مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف يه ميم ألف ره سين. سيراميك. صح. والله فضلت مغمض وكونتها في مخي. يا منعش. النوع القادم هو نوع من أنواع الأكل. هو أنا من نفسي ما بحبوش يعني. شفتوا بتحبوه ولا لا؟ بس هو يشبه البطاطس. القاس. صح. بحبه جدا. طب أنا ايه انت مالي؟ انا مالي بتحبه ولا بحبوش. لا بتحبين. انا عادي عديها. ماشي. لا ما بحبوش. هيبقى ناسني. ادخل الكلمه التاليه في اغنيه مشهوره وهي كلمه ما اقدرش. ما اقدرش انساك. ما اقدرش اعيش ولا يوم من غير حبك وهواك. ما اقدرش انساك. ده انا احلى سنين في حياتي اللي انا عشتها. الله الله. لا 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 هو كويس قوي في الغنى والعلوم يعني كواكب وغنى. صحيح. اعتقد ده افيه مشهور يعني. يا مان واطي انت. فيلم ايه؟ انا عيد لك. اسمه ايه ده؟ ظرف طارق. صح. حلو. كنت اقول اتش دبور. انا عمال انا عارف المشهد. دخلت في مخي. انا عارف المشهد. بدور بقى فين. وعمال اقول بقى يا ترى مورجان ولا اتش دبور. عم بتناصح. طلع اصلا احمد حلمي. اذكر لي خمسه رؤساء لامريكا. ممكن باللقب بس؟ عادي. خمسه. اوباما. بايدن. جورج بوش الاب. جورج بوش الابن. صح. و هو ده. اوباما وبايدن وجورج مين تاني؟ ماينس. يا لهوي. اوباما وبايدن وجورج بوش الاب جورج بوش الابن و اسمه ايه ده؟ دونالد ترامب. صح. ازاي ما فكرتش في الكلمات المعكوسه مره اخرى. قرب عشان انت انا ما جبتهاش مره واحده. عادي. يلا ماشي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ته مربوطة عين واو سين. نسيت لحظة. ايه يا عم حرام عليك. روح يا عم زولة. تاني ده. اصل انا وانا بقولها بجيت ابص لهم لقيتهم كلهم غم عينيك. فغميت عينيك وتسين. يلا تاني. ته مربوطة عين واو سين واو ميم. موسوعة. يا ابن اللعيبة. موسوعة بقى. لا حلوة دي.
ده جابها وانا انا شفتها هتتكون قدام لاول مره في تاريخ الحلقات يتساوى الثلاثي 7-7-7 والله ثلاث سبعات يا باشا احنا خطر. الوظيفه القادمه لشخص يتواجد في الاوتوبيسات السمكري الكمساري السمكري السمكري غلط الكمساري السمكري هتعدي هتعدي لا انا قلت حرفين ورجعت فيه بعدين هو اخد الجرس عنده دوسه عاديه مخصوص خدت النقطه ما تجادلش معايا خلاص ماشي. عايز اسمع اغنيه للفنان عايز صعبه دي علي حميده. ما اعرفش علي حميده اصلا. يلا بقى ها لولاكي لولا 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 لولاكي لولا 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 يا سلام يا سلام يا راجل محترم. حلو. الفنان الزميل يوسف عثمان بقى زميل خلاص. هو خلاص بقى زميل مين فنان زميل حضرتك قال لك مين هو صورته طيب يعني مشكلتي مش هنغلط في اليوتيوبرز اصحابنا والممثلين. الزميل يوسف عثمان الفنان اخر اعماله قبل رمضان ما هي؟ قبل رمضان انا كنت اقول في رمضان غرفه رقم 12 ماينس حرام يا في واحد بعديه؟ في واحد بعديه اصلا ما كانتش 12 لا والله بغض النظر انت مشكلتك في الرقم ولا في الغرفه؟ الاثنين. اوكي مع الفنانه ريهام عبد الغفور الاصلي صح في ايدك تعطله او انا ممكن انا اعطله بايدي إيه؟ فشوفوا انتوا عايزين تعملوا ده علني كده حاسه هستخدمه مش عارف على مين بس حاسس انا بخرس عشان هو بيبص ولو عبكت كده ما عجبتوش هيعمل ده. ما هي جنسيه جميله بحريد؟ الله بحريد زائريه صح عارفها انا عارفها والله العظيم عارفها غشيتها لا غشيتها من مين والله غشيتها سنتوا من نظركم عمي يلا كل عام كده يلا هو مزودني الكلمات المعكوسة دال ألف طه نون ميم منطاد صح الفانوس هيقع الفانوس هيقع الفانوس تعمل ايه؟ جايب لي منطاد اخر حلقة انا كده كسبت عظيم يعني بقى الولد يعني من صدمته مش عارف انه كسب حد يفهمه انه كسب لا 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 قلت لك في رومنتادات التريات طبعا انا بشكر الاستاذ عمرو شريف على المجهود الرائع عارف ليه الماينس اللي خدته انا في اول الحلقه لولا انا كنت طاير ماينس يا عم ماينس ما انا واحد يا مش هتلعب واشرف معايا في المونتاج سبوت يا اشرف هي دي المسابقة صراحة سهلة رد عليه قال له هي دي المسابقة هي الصراحة سهلة يا جماعة أنا استمتعت بالحلقة دي واستمتعت جدا بوجودكم معايا عمرو شريف كان معايا هو الفائز النهاردة في الحلقة منعش اللي فاجئنا وعمل مجهود محترم مجهود محترم من الأستاذ منعش مجهود محترم من الأستاذ مروان ومجهود محترم من الأستاذ عمرو مجهود محترم ليا الأستاذة الأساتذة خلف الكاميرات والفنان طبعا محمود عبد العزيز اللي منورنا شكرك يا فنان يا جماعة أنا بشكركم جدا على تفاعلكم معانا في السيزون ده وبفكركم إن دي آخر حلقة يبقى فيها ضيوف لأن الحلقة الجاية حلقة خاصة جدا سمعني مهاب سمعني عمر خالد باشا احضر ما لديك هحضر انا هو ده اللي هيحضر وهيجي يقعد مكاني طب احضر لك انا الاسئله واديها لك لا يا حبيبي لا يا حبيبي بفكركم تاني تشتركوا عند عمرو شريف ومنى هتلاقوا اللينكس في الديسكريبشن واشوفكم في الحلقه الاخيره والسلام عليكم كبسوا كبسوا كبسوا